أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: قال الله عز وجل في سياق سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظوا أيها الإخوة أن السياق ما يزال في تحقيق تكامل المؤمنين ومودتهم وتحقيق الإيمان في نفوسهم وإبعاد دخائل الشيطان وساوسه ورواسب الجاهلية التي كانوا عليها. هذه الآيات نازلة في قصة كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحماء وهو على حمار على مجلس أبي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومعه أصحابه، فلمز النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد آذان نتن حمارك. هذه الكلمة ماذا يعني بها؟ يعني بها يعني استقذار يعني مرور النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة النيل والتنقيص منه عند أصحابه الذين وافقوه في النفاق. فأحد من كان معه من أصحابه، وقد كان أصحابه من الخزرج، يعني منهم من المؤمنين حوس والخزرج كانوا يجتمعون، ومنهم المنافقون ومنهم المؤمنون، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يذهب قبل ذلك، وإنما قال: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة مسكك، مسك على رأسك. فتنازع هو هذا الرجلان، تنازع أو ارتفعت أصواتهما، صوت ذلك الرجل مع رجل من أصحاب عبد الله، ثم اجتمع الفريقان وهما طائفتان الأوس والخزرج، فكاد أن يقتتل فتنازع وتقاتل بالنعال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه ليصلح بينهما، فأنزل الله هذه الآية. والطائفتان ليست طائفة المنافقين والمؤمنين، وإنما طائفة الخزرج والأوس، فيها منافقين وفيها مؤمنين، فلذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فيبين لنا أن هذا الاقتتال كان بين طائفتين لقبيلتيهما الأوس والخزرج، وليس بين المنافقين والمؤمنين. فأنزل الله هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال الله عز وجل في حكم الإصلاح بين طائفة المؤمنين بعد ذلك، يعني قاعدة من قواعد لم الشمل وقطع الطريق على البغاة الذين يريدون أن يشقوا عصا الجماعة واجتماع المؤمنين وتوادهم وأخوتهم. قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم تستجيب للإصلاح فقاتلوا التي تبغي، يعني إذا وصل الأمر الحد إلى أنها تقاتل ولم تستجيب فقاتلوها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا. هنا سؤال أيها الإخوة: ما سر الأمر بالإصلاح مرة أخرى ولم يقل حتى تفيء إلى أمر الله فقط؟ قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما.
فما الأمر، فما السر في الأمر بالإصلاح مرة أخرى بعد اختلافهما؟ المقصود هنا فأصلحوا بينهما، إنهما وإن يعني ربما هذه الفئة الباغية تقف عن بغيها استجابة لسعي المؤمنين الذين أرادوا أن يقاتلونهم، لأن الله تعالى قال فقاتلوا التي تبغي، يعني لم تكف عن البغي إلا بسبب قتال لما قاتلها المسلمون أو المؤمنون، طائفة المؤمنين جماعة المؤمنين. إذا لم تصف النفوس بعد، والغرض هنا تصفية النفوس. فقال الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل، وإنما قال بالعدل حتى لا يكون إصلاح يعني في صالح طائفة دون طائفة، فيقتص من الطائفة الباغية لصالح الطائفة المبغية عليها في مقاتلتهم وفي أموالهم التي فقدوها وغير ذلك. وإنما أمر بالعدل هنا حتى يكون الأمر يبعد ما يكون في نفوس المؤمنين من شفاء غليلهم من هؤلاء الطائفة، من هذه الطائفة الباغية، ربما ظلموهم. الله أكبر، ما أعظم العدل وما أعظم حكمة الله عز وجل حينما أدقق في الحكم هنا في الإصلاح بالعدل، ولم يصفه ولم يقرنه بالعدل بالإصلاح في الموضع الأول. ثم قال وأقسطوا، وأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. العدل مقترن بالإصلاح، وأما وأقسطوا فهو زائد عام، ففي حكم ثابت يجب على المسلمين أن يقسطوا دائما فيما بينهم. والقسط هنا العدل بالسلامة من الظلم وتجاوزه. قال الله تعالى تأكيدا لهذا الإصلاح ولما لشمل الجماعة المسلمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لاحظوا كلمة الإصلاح تكررت مرة أخرى، لأن السورة تؤكد على قضية تحقيق الجماعة المسلمة وتآلفها واجتماعها بعد أن أكرمها الله عز وجل بهذا التمكين وهذا العز وهذه الكثرة في عام الوفود. فما أعظم هذه الآيات التي تربي المسلمين وجماعتهم وتوثق الصلة بينهم. إنما المؤمنون إخوة، لماذا أصلحتم بينهم؟ لأنهم مؤمنون والمؤمنون إخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهو هذا إنما السعي للإصلاح لأجل توثيق عرى الأخوة. ولذلك إخواني الكرام، هنا لفتة عظيمة مهمة، أن قضية الإصلاح أمرها عظيم في الدين. لماذا؟ لأنها تشد هذه الجماعة وتحقق تقطع طريق الشتات بين المسلمين والتفرق والنزاع وغال الصدور وغير ذلك. ولهذا الله عز وجل رتب عليها ثوابا عظيما. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إيش؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيا إخوان الكرام، حري بنا أن نجعل هذا مبدأ من مبادئنا، قيمة معتبرة في حياتنا، الإصلاح بين أخوينا. ليس صحيحا يا أخي الكريم حينما تجد من أخويك جارك مثلا أو أخيك أو زميلك حصل بينه وبين أخيك تقول ما لي ولا وشأنه. هذه حقيقة يا إخواني للأسف الشديد أن نسمعها أحيانا، يعني كأن يقول ما لي علاقة بهم، يعني وش اللي خلاني يعني أوقع نفسي في مشكلة معهم. لا يا أخي الكريم، أنت بمبدأ الأخوة في الدين كأن هذا أخوك الشقيق أو ابنك الذي يجب أن تحفظ الأسرة به وتلمه وتصلحه، فكذلك أنت في بيت الإسلام حري بك أن يكون من مبادئك ومبادئنا جميعا السعي للإصلاح. وإنني والله يا أخوان وإننا والله لنحزن أشد الحزن في هذا الوقت الذي نحن فيه، حين كثرت النزاعات والفراق والفرقة والشتات حتى بين الأخوين وبين الزوجين وبين الأبناء مع أبيهم
امتلأت المحاكم وقل التناصح والإصلاح، وما يعني ما بقي للناس إلا التحاكم للأسف الشديد. والله يا أخوان هذا مؤسف. ثم أنك تجد أن هذا النزاع عند أمر يسير، عند أمر مادي لا قيمة له بين أخ وأخيه. والله إني لا أجد بعض النزاعات يا أخواني، 6 سنوات قطيعة بين أخوين شقيقين لم يرى أحدهما الآخر ولم يجلس معه، ووالدتهما يكاد يومها يغطيها بالحزن والبكاء من هذه القطيعة، ومع ذلك لا يأبه أحدهما بالآخر. أعوذ بالله يا أخواني من هذه القطيعة. والله عز وجل يقول في شأن المنافقين، وهذه صفة من صفاتهم في سورة محمد التي مرت معنا، ماذا يقول الله؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله يا أخي إن هذا لا يقشعر منه الجسد هيبة وتعظيم في قضية قطع الصلة، ثم قضية عدم الرغبة في الإصلاح، ثم قبل بعد ذلك في المسلمين الرغبة السعي في الإصلاح بين الإخوة. قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله بتحقيق ما أمركم الله عز وجل به وهو الإصلاح والسعي لتحقيق الأخوة، فإن ذلك سبب من أسباب إيش؟ الرحمة. قال لعلكم ترحمون، فإذا كنا يا أخوان الكرام نريد رحمة الله ونيله، فعلينا أن نحقق الرحمة في مجتمعنا بالإصلاح، تحقيق الأخوة والبعد عن الشقاق والنزاع ونحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الآية، هذه الآية يذكر بعض المفسرين لها نزول أن بعض الوفود التي أتت لمزت بعض الصحابة بألقابهم أو فيما بينهم، وبعضهم من سخر من بعض الصحابة كبلال وغيره، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الآية كلها بما فيها من آداب هي تعالج تلك الوفود بما أتت به من رواسب الجاهلية معاداتها وسخرية ونزاع وتنابز بالألقاب، وكانت الألقاب السيئة عادة في العرب، والسخرية والهجاء وقصائد الهجاء لا تنتهي بينهم. فالله عز وجل أراد أن يصفيهم بصفاية الإيمان والإسلام والأداب الإسلامية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فهي انتقال وإعادة هذا النداء يا أخوان الكرام، سبحان الله له أثر في النفوس المؤمنين، تجديد لأدب جديد، وكأنه يحفزهم مرة بعد مرة ليحقق الإيمان في نفوسهم ويسترعي أسماعه. لهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإن ما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فلذلك تكرر وإعادة هذه النداءات الإيمانية في هذه السورة 5 مرات لها أثرها في تحقيق هذا الإيمان وبعثه في نفوس المؤمنين وتأكيد عليه. قال الله لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، يعني لا يسخر قبيلة تسخر من قبيلة، ربما قبيلة سبقت قبيلة في الإسلام. ففي هذه الآية أيها الإخوة دليل على أن الإنسان لا يرى أن ما هو عليه من قبيلة أو حسب ونسب تجعل له نصيب في الإسلام، له سبق على غيره في الدين. أبدا ليس في الإسلام سبق لحسب ولا نسب أبدا. لهذا قال بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا من حكمة الإسلام وكماله أنه قطع بين الأنساب والأحساب وقضية الإيمان وشرف الإيمان، يعني هي جعلهما ضدان. صحيح أن جعل تلك القبائل والشعوب تحقيقا لتلك الحقيقة الإيمانية وهي الإيمان، لتعارفوا فتتآلف قلوبكم فتقوى شوكتكم،
لكن العرب استخدموها في عكس ما هي له فتنازعوا وتنابزوا. قال الله سبحانه وتعالى أن يكونوا خيرا منهم. صحيح يا إخواني الإنسان إذا قدح في شخص آخر غالبا ما يكون هذا القادح غالبا ما يكون في نفسه دخيلة كبر عجب أن يرى نفسه، فإذا كان ذلك فهذا سوء من سوءاته وهذا يقلل من شأنه قدره عند الله عز وجل، فقد يكون الشخص الآخر خيرا منه. فعلى هذا إخوان الكرام ينبغي أن نعي هذه القضية، وأن الإنسان لا يظهر في نفسه أي فخر على أحد من الناس، وإن قل قدره أو قل ماله أو يعني لم يعرف نسبه، هذه الأمور لا علاقة لها بالشرف ولا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للإنسان. قال الله سبحانه وتعالى ولا نساء من نساء. لماذا خص النساء؟ لأن التنابز والسخرية بينهن أكثر. لماذا؟ لأنهن في الغالب أصحاب مجالس، صاحبات مجالس وحديث، فيحصل منهن ما يحصل من ذلك، فخصهن الله عز وجل في هذا. عسى أن يكن خيرا منهن. لو جعل الإنسان هذا مبدأ من بابه أنه يعني إذا سخر الإنسان من آخر نهره قال يا أخي لعله خير منك في إيمانه وديانته قربه إلى ربه، هذه حقيقة جميلة أن نجعلها سبيل الإنكار ذلك تلك السخرية والتفاخر بالأنساب وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم. ما معنى ولا تلمزوا؟ اللمز ما هو اللمز؟ اللمز واللمز ويل كل همزة لمزة. اللمز الإشارة بتقليل شأنه، مثل ما قال حسبك من صفية أنها كذا قصيرة، أو كما لمزت بعض أصحاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أنها قصيرة، وصفية أنها يهودية. فهذا قوله ولا تلمزوا أنفسكم. لماذا قال ولا تلمزوا أنفسكم؟ يعني تعيب، اللمز هو العيب، يعيب بعضكم بعضا، ولم يقل ولا يلمز بعضكم بعضا. أي نعم، يعني أنت الآن كأنك تعيب نفسك، لأن هذا أخوك في الإسلام، فأنت وإياه روح واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمك مثل الجسد الواحد، فحينما تعيبه كأنك تعيب نفسك. وهذا في القرآن كثير، ولا تقتلوا أنفسكم، في التنفير من شيء يعبر عن الآخر بالنفس تأكيدا على النهي وتحذيرا منه وتغليظا له. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. المقصود بالتنابز بالألقاب يعني أن يعيره بلقب معين، وغالب ألقاب العرب مشينة، حمار وجحش وغير ذلك، يعني ألقاب مشينة، غالب ألقاب العرب فيما بينها مشينة. صحيح أن بينها حسن، وليس المقصود هنا الألقاب الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب أصحابه وربما يداعبهم، فإذا كانت غير مشينة مثل يا أبا هر، يا أبا نغير، يا أبا تراب، فهذه الألقاب ليست مقصود بها السوء أو الذم أو التقليل، فالمقصود هنا الألقاب السيئة. هذه الألقاب الحقيقة لا تنم إلا عن ثقافة يعني جاهلية، ثقافة دنيئة، وكلما ارتفعت ثقافة الناس ناءت عن تلك الكلمات البذيئة والسيئة والأخلاق، كلما كملت قيمة الإنسان إيمانه ومبادئه لا شك أنه سينأى عن تلك الأوصاف والكلمات السيئة. ولهذا الله عز وجل يريد أن يرتقي بأهل الإسلام وأهل الإيمان إلى قيم عالية وأخلاق سامية.
قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إيش معنى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ يعني بئس الاسم الفسوق هو الخروج عن المعصية، الفسق الطاعة والوصف السيء، لأن هذا الوصف لا يرضي الله ولا رسوله. بئس ما وصفته بوصف سيء لا يرضي الله ورسوله بعد أن اتصف بوصف الإيمان. يا أخي هذا رجل مؤمن، كيف تصفه بوصف سيء وهو متصف بوصف الإيمان؟ كيف يجتمع الإيمان وهذا الوصف السيء؟ فكأنك أنت تجمع بين نقيضين. فلهذا قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كأن الله تعالى يحذر عن هذا الأمر، يحذر عن هذا الأمر بأنك يا أخي بأنك لا تجمع مع وصف الإيمان الذي يتصف به صاحبك بوصف يضاد هذا الإيمان. ثم قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي المتجاوزون الحد، وهذا تأكيد وتحقيق على التوبة عما بدر منهم والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها، بعد ذلك في النداء الخامس، يا أيها في تربية المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. ما الحكمة أن الله عز وجل أمر باجتناب كثير من الظن ثم لم يقل اجتنبوا الظن؟ أحسنت، إن هناك ظنا حسنا، وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن لأن الظن يا أخوان الكرام غالبا مبدأه من هواجس نفسية مبنية على لم تبنى على حقائق، لم تبنى على حقائق ودلائل وقرائن قوية، وإنما هي على أحداث ومظاهر. فكأكثر الظن ينبني عن هذه القرائن التي ربما يكون ظاهرها حقيقتها غير صحيح. رأيت أخوك مثلا في موطن لا يليق، هنا لم تبني على حقيقة، الحقيقة أنك لم تراه عينا رأي العين على معصية، وإنما رأيته مرة في سوق لا يليق أو مع أناس ربما يمكنه حضر معهم لينصحهم، ربما كان ذلك بدعوة من أحدهم وأراد أن يستفيد من أو نحو ذلك. إذن الظن غالبا ما يبنى على، لا يبنى على حقائق، وإنما يبنى على شك وهواجس نفسية وخواطر نفسية قد تكون مبدأها من موقف بينك وبينه. ولذلك إخواني الكرام الإنسان الذي ينظر بعين نقد غالب أحواله الظن. يعني إذا كنت دائما تنقد شخص جيد، تنقد هذا الشخص، فكثيرا من المواقف التي تحدث منه والكلام الذي يقوله دائما توجهها نحو علامات استفهام، وأنه ربما يريد كذا أو يحتمل كذا أو الله فيه كذا. فكما يقال تنظر بعين سوداوية ونظارة سوداوية ستجد أن المواقف التي تأتيك كلها تأتي بهذا الجانب. أما الإنسان يا أخواني المؤمن الطاهر في قلبه الصافي في إيمانه ويقينه السامي في أخلاقه وأدابه لا ينظر إلا بظن حسن، بحسن ظن وتفاؤل، ويجعل الأمور غالبا على أن يأخذ الناس على حسن ظنهم، إلا أن يكون أن يعرف هذا الأمر بما يسوء واشتهر عنه أنه يسوء، صاحب بدعة أو صاحب شهوة وانتشر ذلك عنه. ولهذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، وهذا يفيد أن بعض الظن ليس بإثم، مثل الظن بالبدع والظن بالكفار أنهم يكيدون للمسلمين والظن بأهل الفسق ونحو ذلك، هذا ظن في محله. لكن الظن بالمؤمن الذي لا ليس من حاله إلا الخير فهذا ليس بظن حسن. ولهذا قال بعض السلف
أن الظن في المؤمن الذي ظاهره الصلاح ظن باطل وهو إثم. يعني إذا كان أخوك صاحب صلاح وإيمان واستقامة فظنك به في شيء من الأمور التي طرأت ظن إثم يجب أن تتبين فيه وتتحقق منه. قال الله تعالى ولا تجسسوا، قراءة لا تحسسوا. وما الحكمة من الأمر بالتحسس بعد نهي عن الظن؟ هي أن الظن سيبعث على تتبع الإنسان والتحسس والتجسس عليه. قيل أن التحسس في الأمر الذي فيه خير والتجسس في الأمر الذي هو سوء، والتجسس هو التطلع بخفاء على ما يراد منه سوءا، ما يراد منه سوءا، التطلع على أمر بخفاء. قال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذه الجملة ختم الله تعالى بها توجيه المؤمنين بالآداب، لكنه عقبها بما ينهر المؤمنين عنها ويحذرهم منها ويجعلها في نفوسهم مستكرهة. لماذا؟ لأنها أمر يغلب في الناس وهي الغيبة. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لاحظ أنه مثل هذه الصفة السيئة بأوصاف بليغة في الكراهية والقبح، مما يجعل الإنسان حين يتصور تلك ذلك المشهد ينأى عنه ويستقذره ويتركه. أولا أكل لحم، من يستطيع أن يأكل لحم نيا ثم يأكل لحم إنسان ثم يأكل لحم أخيه ثم يأكل لحم أخيه الميت؟ من يستطيع يجرؤ على هذا؟ إلا إنسان متوحش لا رحمة فيه البتة، ولا ليس فيه قيمة من قيم الإنسان. فالله تعالى هنا أراد أن يصور ذلك المشهد الحالة بأسوأ صورة، فإذا اقترنت بها حذرها الإنسان. وهذا أيها الإخوة منهج من منهج التربية، أنك تقرن صفة بمشهد سيء يحذر الإنسان منه. فلهذا الله عز وجل صور الغيبة التي هي نهش في أعراض الناس، في أعراض المسلمين بغيبتهم عدم حضورهم، والمثال سبحان الله متجانس من حيث أنه أكل نهش لأوصاف الناس وعيب فيهم وبغيبتهم، وهو في وصف الإيمان، أي أنه غيبة لمؤمن. فلذلك ما أعظم أيها الإخوة، والغيبة قد انتشرت في مجالس الناس وصارت كما يقال فاكهة المجالس، أن يستحضر الإنسان دائما هذا المشهد الذي ذكره الله عز وجل ليحذر منها ويحذر منها ولا يكون من أهلها. قال الله عز وجل واتقوا الله. قبل هذا في بيان حكم الغيبة وهل هي من الكبائر أو من الصغائر، بعض العلماء قال أنها من الكبائر، إذ أن الله عز وجل نهى عنها وقرنها بأمر بتحذير ووعيد وتصوير بليغ. وبعضهم قال أنها ليست من الكبائر، لكنها لا شك أنها من أخلاق السيئة والمعاصي التي يأثم بها الإنسان، إذ أنها متعلقة بحقوق الناس، لأنك إذا اغتبت إنسانا فلا يمحى عنك ذنبك إلا بالاستحلال منه، الاستحلال منه لتعلقه بالآخرين بحق الآخرين. فينبغي الإنسان أن يستشعر هذا الأمر ليدعوه إلى تركه. قال الله تعالى واتقوا الله أن الله تواب رحيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق
أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين حققوا ما أمر الله تعالى به في هذه السورة من حب الله ورسوله والأدب مع أمر الله ورسوله، وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.